إذا كان عليه الهدي فأين يذبحه؟ وهل نعم. تنتهي؟ إذا إيش؟ يقول إذا كان عليه الهدي فأين يذبحه؟ الهدي يذبحه في مكة، يذبحه في ميناء، يذبحه في ميناء أو في مكة أو في أي مكان من الحرم، بشرط أن لا يهدره ويتركه. يذبحه في أي مكان من الحرم بشرط أن لا يهدره ويتركه، بل يوزعه على المحتاجين ويأكل منه. نعم، ما هو بشرط أنه يذبحه في ميناء، لو يذبحه في مكة في مسالخ مكة، أو يذبحه في العزيزية، أو ذبحه في العوالي، أو ذبح في أي حارات مكة، ما في بأس. لكن ما يذبحه خارج الحرم، ولا يذبحه في عرفة، ولا يذبحه خارج الحرم، إنما يذبحه داخل الحرم بشرط أن لا يهدره. نعم. يقول أيضا: هل تنتهي مدة الذبح بانتهاء شهر ذي الحجة؟ مدة الذبح يا أخي تنتهي، ذبح الهدي، هدي التمتع والقران، تنتهي بنهاية أيام التشريق مثل الأضاحي، تنتهي في غروب الشمس من اليوم 13 من أيام التشريق، وليس بعدها ذبح. أما هدي الجبران اللي هو فدية عن ترك واجب أو فعل محظور، فهذا لا يتحدد في أيام التشريق، بل له أن يذبحه في شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة، ما يخالف. اللي هدي جبران هذا يذبحه في أي وقت تيسر له. نعم، لكن بشرط أن يكون في مكة، يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. نعم.